محمد طالب هاوشر. الحقيقة أنا خلقت بلبنان. أنا لما كنت بلبنان كان عندي مشكلة بالكليوة. وكان حلمي أنه اتزوج ويصير عندي أولادي وأمن لهم حياة رغيدة للولادي. والحمد لله أمنت لهم. وبعدين إجا حلم جديد. أنه ما حدا يقعد على الدياليسس اللي يقوله كل ودوري. لما قالوا لي روح أغسل الكليوي حياتي ما تسوى شيء بدون واهب. حتى الإبر يوم إيه يوم لا، يوم بكون على الماشين تاني يوم لا. بقعد 9 ساعات وعشرين دقيقة سترايت عليها بدون التحضير. حسيت إنسان تاني، ظلم العيلة كلها. حس حولي يعني فيت قتيل لجوا ميت. فوتوا نام مخشب. دلت 5 سنين ناطر وأنا كنت عم بتمنى إنه تتجي الكلوة، عم بأمل. الصبح شي الساعة 9 إجيني مكالمة من مستشفى وقالوا لي برنس ألفريد. قلت لها أنا سرارة، وقلت لها برنس ألفريد أقول كيدني، قلت يس، قلت لها برايت. على طول بفكر بهالدينا قديش هو جريت وقديش هو عظيم، حتى وهب هالهدية الكبيرة اللي عايشت إنسان ما كان عنده أمل بالحياة. وحب بعمل كل شيء اللي كنت بالأول ما فيني أعمله. إنه كل إنسان بيحب يوهب عضو لأي إنسان لازم يحكي مع العائلة تبعته بالأول. كلهم يفكروا إنه الجسم من التراب إجا ومن التراب بده يرجع. والإنسان إذا عنده فرصة إنه يقدر يساعد إنسان تاني وهالفرصة ينتهزها لأنه اسمه بده يضل للأبد.